إذن الإخوان صراحة عييت، عييت بالوقيف، عتي ظهري ضرني مع ما مالفش، كان وقف مالف كان بحال هكا كنخرج للصيادة كنجلس، والتقنية هذه ديال الجر خصك تبقى واقف، فلهذا عييت الإخوان. وتا الحوت راه ما كاين حوت، يلا شديت ديك الحوتة الوحدة اللي شديت، عييت من بدل في هاد ليلور الألوان، جربت كاع الألوان الأصدقاء، يلا هاد اللون هذا اللي شدات ليا به ديك الحوته ديك السمكه، وبالتالي خليته، قلت انا مادام ان هاد ديك الحوته ضربات عليه، اذا هذا راه هو اللي خدام هنايا. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان. المهم الاخوان استمتع، دوز سوقيه زوين الحمد لله، فوجت شويه، بدلت شويه الجو، وجربت حتى هاد القصبة هادي الإخوان. هاد القصبة كما كتلاحظوا هادي راه شريتها من موقع بانغود، راه رخيصة الإخوان مقارنة مع إلا بغيتي تشريو قصبة الصيد هنا في يعني في محلات اللي كيبيعوا هاد الأدوات ديال الصيد، راه تيكونوا غاليين. وهادي راه كربون هادي الإخوان، راه بانت ليا صحيحة كربون، وثلاثة متر فاصلة ثلاثين، زعما مزيانة بالماكينة ديالها. هاد الماكينة هادي الإخوان راه يعني ماشي كلها بلاستيك، راه معدن وبلاستيك، وبان ليا هادشي راه مزيان الإخوان، أنا جربته وبان ليا مزيان، وحتى الشدة ديال القصبة في اليد يعني ما كتعيش، يعني مرتاحة. إيوا الإخوان هادشي اللي كاين، المهم شاركت معكم هاد النهار هذا، كنتمنى هاد الفيديو أصدقائي يعجبكم، وكاع الفيديوهات اللي تندير في القناه كنتمنهم انهم يعجبوكم، وعطوني الاراء ديالكم حول الفيديوهات ديالي، واش كيعجبوكم ولا ما تعجبوكمش. المهم الاخوان انا كيهمني الراي ديالكم، وانا راه كنشارك معكم يعني الاجواء ديالي راه بكل محبه وبكل صدق، ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه. وبالمناسبه الاخوان تذكرت واحد الطريفه وقعت ليا، تذكرت انا غادي نعاودها لكم الاخوان. واحد السيد واحد النهار جاب لي واحد التلفزيو ساكت ما شاعلش، ال سي دي قديم شويه، وهذيك الشاشه ديالو الاخوان كانت مكرفصه يعني متسخه جدا، وصلحت ليه التلفزيو ديالو، وقلت انا دوك الاوساخ وداك الشيء راه نمسح ليه ديك الشاشه، نمسح الشاشه ديال نظف الشاشه يعني ديال التلفزيون، وفعلا شديتها نظفتها رجعتها جديده الاخوان، وفيها واحد الخبشه يعني واحد الجرحه في الشاشه، كان يعني طاغي عليها هذاك الاوساخ وداك الشيء ما كانش كتبان وداك الشيء. المهم الاخوان نظفت ديك الشاشه التلفزيون صلحته، جا مولاه وريتو التلفزيون، بقى كيشوف التلفزيون ويشوف فيه من الوراء ديالو ومن الامام ديالو، التلفزيون يعني تبدل عليه، وقال لي معلم التلفزيون ديالي هذا، قلت له التلفزيون هذاك اخاي، قلت له راه ديالك هذا، على مالك ما عقلتيش عليه، قلت له راه ديالك خويا، او قال لي الا كان ديالي وقال بدلتي لي الشاشه. بحال ما قال الاخوان، عرفتي واحد المنظر كوميدي، قال لي الا كان هذا التلفزيون ديالي راك بدلتي لي الشاشه المعلم. قلت ليه دابا الا بدلت لك الشاشه، قلت ليه التلفزيون، قلت ليه هو شاعل خدام، كيفاش قلت ليه بدلت لك الشاشه، يكشي لي التلفزيون ساكت لا صوت لا صوره، هو دابا مزيان. وقلت ليه ونزيدك راه ديك الشاشه راه ديالك، قلت ليه اخويا راني شديتها ونقيتها ونظفناها، قلت ليه بلي ما راه، قال لي راه ما كانتش فيها الضربه هذه، قلت ليه راه ديك الضربه راه كنطاغي عليها الوسخ، اخاي. ايوا يلا الاخوان وفكاي من وحله، قال لك بدلتي لي الشاشه، وحنا درنا معاه مزيان نظفنا ليه التلفزيون. وهذا الاخوان يعطيكم حتى فكره على واحد الفيديو يعني نشرته في القناه مؤخرا، وفي المقدمه اشرت على ان بعض الاصدقاء كانوا تيقولوا لي علاش ما كتنظفش يعني الشاشه وهكا يعني التلفزيون ككل، وقلت لهم انا علاش غادي ننظف، انا راه ماشي عامل ديال النظافه ولا انا راه تقني ديال الالكترونيات.
وبزاف ديال الاشخاص ما تقبلوش هذيك الهضره، قال لك لا من الواجب عليك انك تنظف التلفزيون وهذا، وغيعكس الصوره ديالك وغادي كذا وكذا. وها هو نعطيكم، عطيتكم دابا مثال يعني نموذج، نموذج حي الاخوان. راه هادشي اللي تنعاود لكم راه بحال كنتو حاضرين معايا. التلفزيون شديتو فركستو نقيتو رجعتو، ها كيدير. منين جا مولاه قال لي بدلتي لي الشاشه، هذه راه ماشي الشاشه ديالي. وهذا مكان الاخوان، وان شاء الله الى فيديوهات اخرين نشارك معكم يعني العديد من الطرائف، الطريفه ديال يعني القصه الطريفه ديال اليوم هي شخص جاب لي تلفازه مودكه مسخه مكرفصه، صلحتها ليه، غسلناها مسحناها، في الخرجة قال لك بدلتي لي الشاشه. اذا الاخوان مع السلامة الإخوان، أنا غادي ننهي هذا الفيديو، والحمد لله استمتعنا واللهم لك الحمد، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم الإخوان، وما تنساوش الإخوان دعمونا، وإلى اللقاء مع السلامة.